تجربة جول. الهدف من التجربة تعيين مكافئ جول عمليا. مكافئ جول هو المكافئ الكهربي الحراري. التولز بتاعة التجربة، أول حاجة هنستخدمها دي سي باور سبلاي، أميتر لقياس شدة التيار، فولتميتر لقياس فرق الجهد، كالوميتر مسعر حراري، ووتر إمرجن هيتر كويل، ريوستات مقاومة متغيرة، ستوب ووتش وإلكتريكال بالانس الميزان. النظرية: تجربة النهاردة قائمة على مبدأ حفظ الطاقة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تنتقل من صورة إلى صورة أخرى. في هذه التجربة هتنتقل الطاقة الكهربية إلى صورة حرارية. لو إحنا عندنا current I بيمر في conductor ما بين طرفين potential difference V، جزء من الطاقة الكهربية سوف يتحول أو ينتقل إلى طاقة حرارية. الشغل المبذول لنقل الشحنات W بتساوي V في الكيو، حيث أن الدبليو هي الورك دان، الشغل المبذول، اليونت بتاعتها جول، والفي اللي هي البوتنشال ديفرنس بالفولت، والكيو الكتريكال تشارج بالكولوم. التيار بيساوي كيو على التي، الشحنات المرة عبر موصل في وحدة الزمن، ومنها نحصل على ان كيو بتساوي الاي في التي، حيث ان الاي هي الكرنت واليونت بتاعته امبير، والتي اللي هو التايم واليونت بتاعته سكند. نعوض من القانون كيو بتساوي اي في التي في القانون الاول اللي هو الدبليو بتساوي في كيو، لنحصل على ان الشغل المبذول لنقل شحنات بتساوي الفي في الاي في التي واليونت بتاعته جول. كل ما بنزود الكرنت سوف تزداد الحرارة المنتقلة، حيث أن الحرارة المنتقلة هي الـ M في الـ C في الدلتا T. بما أن عندنا كذا مادة هتنتقل ليها الحرارة، فإحنا بنضمهم في قانون واحد، حيث أن في عندنا مية وعندنا كالوميتر وعندنا ريزيستنس، فلكل منهم ماس ولكل منهم specific heat. يبقى ال m water c water زائد m كالوميتر c كالوميتر زائد m resistance c resistance، كل دوت مضروب في الفرق في درجات الحرارة. بما ان التيار كل ما بيزيد الحرارة المنتقلة بتزيد، وبما ان ال W بتتناسب طرديا اللي هو الشغل المبذول بيتناسب طرديا مع الكرنت، يبقى الشغل المبذول يتناسب طرديا مع الهيت ترانسفيرد. هنشيل ثابت التناسب ونحط كونستانت اللي هو جول ايكويفالنت، لنحصل على ان جول ايكويفالنت بتساوي دبليو على كيو. كيو عندنا هي الانرجي ترانسفيرد بنقيسها بالكالوري، والجي اللي هو جول ايكويفالنت بجول على الكالوري، السي دبليو اللي هو سبيسيفيك هيت اوف ووتر بجول على جرام في سيليزيوس ديجري، والسي سي اللي هو سبيسيفيك هيت اوف كالوميتر بالجول على الجرام في السي، والام سي هي الماس اوف كالوميتر بالجرام، والسي ار اللي هي سبيسيفيك هيت اوف ريزيستنس بالجول على الجرام في سيليزيوس ديجري، واخر حاجه معانا الماس اوف ريزيستنس والدلتا تي تمبريتشر ديفرنس بالسيليزيوس ديجري. طيب ايه هو السي اللي هي سبيسيفيك هيت؟ السبيسيفيك هيت هي عباره عن الانرجي ريكوايرد تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 جرام اوف ماتيريال باي 1 ديجري، يعني الحراره المطلوبه لرفع درجه حراره 1 جرام من الماده 1 درجه سيليزيه. عرفنا ان
الجي بتساوي اللي هي conversion factor from joule to calorie بتساوي الشغل المبذول على الطاقة المنتقلة. نبدأ نعوض بقيمة ال W وبقيمة ال Q. ال W بتساوي ال V في ال I في ال T على ال Q اللي هي M water C water M C C C زائد M R C R كله مضروب في الدلتا T. ال M R C R بنهملها من المعادلة نظرا لأن قيمتها صغيرة جدا. نفترض إن إحنا هنثبت الفولت المطبق الفولتج المطبق بالإضافة إلى الكرنت المطبق. كده هيتبقى عندنا حاجتين أساسيين هيتغيروا، واحد independent variable اللي هو التايم وبنقيسه بالسكند، والتاني بيتغير تبعا ليه اللي هو الديبندنت فاريبل التغير في درجات الحرارة. كل ما بيزداد الوقت كل ما بيزداد الحرارة المنتقلة. نبدأ نرسم ال T على ال X axis بالسكند، ونبدأ نرسم ال delta T اللي هو ال temperature difference على ال Y axis. نبدأ ناخد الأسلوب، وعندنا الجي هتساوي في في الاي على ام ووتر سي ووتر زائد ام سي 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 كله مضروب في واحد على السلوب. ده شكل الدايرة بتاعتنا. هنا دي سي باور سورس بطارية متوصل بيها على التوالي اميتر لقياس الكرنت، متوصل بيهم الامريجن كويل اللي احنا بنعتبرها بنسميها ريزيستنس. الريزيستنس ديت لما التيار بيبدأ يتوصل ويمشي فيها بتبدأ تسخن وتنتقل الحرارة من خلالها للوسط المحيط اللي هو مية اللي بنقيس درجة حرارته عن طريق الثرمومتر. متوصل بيه الامريجن كويل بتاعنا ريوستات لتثبيت التيار وفرق الجهد المطبق، ومنه بنقفل الدايرة عند ال DC source. ال result أنا عايز في التجربة هنحتاج إن احنا نعين كذا قيمة قبل أن نوصل الدايرة. أول قيمة لازم نعينها هي ال M water بالجرام، وال M الماس بتاعت الكيلومتر بالجرام، والتي انيشيال للميه بالسيليزيوس ديجري. نبدأ نوصل الدايرة زي ما شفنا في الشكل اللي فات، ونعين قيمة التيار بالأمبير، ونعين قيمة الفولتج بالفولت. تاني حاجة احنا بنعطيك الثوابت، قيمة السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر بتساوي 1 كالوري على جرام في سيليزيوس ديجري، و السي سي اللي هي specific heat of الكيلومتر بتساوي 92 من 1000 كالوري على جرام في سيليزيوس ديجري. بنبدأ نرسم جدول بالشكل ده. ال independent variable ال time بنحسبه بال minute، كل 3 دقائق بتبدأ درجة الحرارة تتغير معايا وأبدأ أحسب عن خلالها ال final temperature بالسيليزيوس ديجري. نبدأ نحسب ال delta T اللي هو التغير في درجات الحرارة، ال final temperature ناقص initial temperature بالسيليزيوس ديجري. بعد كده نبدأ ننقل الداتا بتاعتنا من الجدول للرسم البياني. هرسم ال T على ال X axis، وما ننساش نحول من minute لسكند فبنضرب في 60، وال delta T على ال Y axis بالسيليزيوس ديجري. نبدأ نحسب السلوب y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 مضروب في 60 للتحويل في السكند، واليونت بتاعة السلوب بتكون في النهاية سيليزيوس ديجري بير سكند. خلاص حسبت السلوب، أبدأ أعين مكافئ جول بتاعي من المعادلة التالية. جول ايكويفلنت بتساوي
الفولتج في الكرنت على الماس اوف ووتر في سبيسيفيك هيت اوف ووتر بلس ام الماس بتاعت كالوميتر في السبيسيفيك هيت اوف كالوميتر، كله مضروب في واحد على السلوب، واليونت بتاعتي بتكون جول بير كالوري. الشغل العملي بتاع تجربة جول، نبدأ نشوف أول حاجة عندنا وهي التوصيل. التجربة بتاعتنا بتكون بالشكل دوت، في عندنا مصدر دي سي متوصل على التوالي بيه أميتر، والأميتر متوصل بيه الإمريجن كويل اللي احنا بنسميها ريزيستنس، والريزيستنس على التوالي قافلة الدايرة. في معانا فولتميتر متوصل على التوازي لقياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة بتاعتنا. نبدأ نشوف الأجهزة اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة. أول حاجة نبدأ بيها هي الباور سبلاي. الباور سبلاي عندنا بيطلع AC اللي هو Alternating Current تيار متردد، وDC اللي هو Direct Current اللي هو تيار مستمر. في تجربة النهاردة هنشتغل على الDC. الDC اللون الأحمر ده بيعبر عندنا عن البوزيتيف، والأسود بيعبر عن النيجاتيف. في عندنا حاجة اسمها السليكتور، دي بتعبر عن مقدار فرق الجهد اللي داخل في الدايرة، فاحنا في تجربة النهاردة هنثبته عند 6 فولت. ودوت بيكون سويتش بيعمل اون واوف للجهاز. تاني جهاز معانا عايزين نعرفه هو الافوميتر. الافوميتر بتاعنا بنقدر نستخدمه كاميتر وفولتميتر واوميتر. في تجربة النهاردة احنا عايزين نشتغل 2 افوميتر، واحد كاميتر والتاني كفولتميتر. لو بصينا عندنا هنلاقي فيه مؤشر، المؤشر دوت هو اللي بيعرفني انا شغال فين. ولو بصينا برضو هنلاقي فيه رموز، الاي رمز للاميتر، في عندنا 2 اميتر، اي عليها ويف دي بتكون رمز للاي سي، يعني انا عايز اقول له قيس لي شدة التيار في حالة الاي سي، واي عليها بولاريتي ديت بقول له قيس لي شدة التيار في حالة الدي سي. وبالمثل برضو احنا عندنا هنا الفولتميتر، الفي عليها ويف بنقيس الفولتميتر كاي سي، وهنا فولتميتر عليه بولاريتي معناه انا بقول له قيس لي الفولتج في حاله الدي سي. في تجربه النهارده احنا هنشتغل كله في حاله الدي سي، معنى ذلك ان الاول هنخليه عند 10 امبير، والتاني بالشكل دوت هنخليه عند 20 فولت، ولازم اتاكد ان هو في حاله الدي سي. طيب بعرف منين ان انا هوصل في انهي بوكس من 4 بوكسات الموجودين؟ لو بصينا هنلاقي اول بوكس في القم، تاني بوكس في الفي، تالت بوكس في الملي امبير، رابع بوكس في العشر امبير. في حالة الفولتميتر هنوصل اول سلك بالقم وتاني سلك على الفي. في حالة الاميتر ببدأ اوصل اول سلك في حالة القم في بوكس القم، وتاني سلك بيتوصل في حالة العشر امبير وبوكس العشرة امبير. بعد كده دوت الميزان بتاعنا بنبدأ نعمل له اون عشان نبدأ نقيس بعد كده الووتر والكالوميتر بتاعي. دوت الترمومتر بتاعي بالشكل دوت. دوت الجزء الحساس اللي بنحطه فيه الشيء المراد قياس درجة حرارته. دوت شكل الكالوميتر بتاعي من الداخل، بيكون مصنوع من الريد كفر. دوت شكل الكويل بتاعي بالشكل دوت، وديت معلقة عشان نقلب المية وهي بتسخن. وفي النهاية لازم نعرف ايه الستوب ووتش. بنعمل ستارت من على اليمين، وبنعمل اوف منها، وبنعمل ريسيت عن طريق الزرار اللي على الشمال. واخر حاجة عايزكم تعرفوها هي الكونكتنج وايرز اللي بنستخدمها في التوصيل. لو بصينا مع بعض لازم في بضعة حاجات نحسبها في تجربة جول الأول قبل ما نوصل. أول حاجة عايزين نحسبها هي الماس اوف الكالوميتر. الماس اوف الكالوميتر هو الماس بتاعت الريد كبر بتاعنا. بنبدأ نجيب السكيل بتاعنا الميزان ونعمله اون، ونبدأ نضع الكالوميتر بتاعنا بيطلع بالقيمة ديت، نبدأ نحطها بالجرامات. بعد كده نبدأ نحسب الماس اوف ووتر. الماس اوف ووتر بنقيسها عن طريق حاجتين،
يا اما نعرف الماس اوف الكالوميتر ونبدا نضع الماء بمقدار من 120 جرام ل 150 جرام، ونطلع عندنا الناتج مجموع الام الماس اوف كالوميتر زائد الماس اوف الووتر. يا اما نعمل حركه تانية، بنبدا نحط الكالوميتر بتاعنا ونضغط على زرار في الميزان اسمه التير. لو بصينا هنا عندنا هنلاقي الميزان عمل اصفار، معنى ذلك ان هو هيحسب لي الكتله اللي انا هحطها بعد كده. حطينا الميه بتاعتنا عشان نقيسها، اتضح عندنا ان هو 130 جرام. باجي عند الام ووتر واكتب 130 جرام. بعد كده ابدا اعين درجه الحراره الابتدائيه للميه عن طريق الترمومتر بتاعنا، وناخد القراءه من العمود الاحمر. اتضح ان درجه الحراره عندنا هي 20. بنيجي عند التي ووتر اللي هي بتكون انيشيال، بتساوي 20 درجه سيليزيوس. نبدا نبص على الدايره علشان نوصلها. احنا متعودين ان احنا في التوصيل بنوصل دايما على التوالي اولا ثم على التوازي في النهايه، فاحنا هنعتبر ان الفولتميتر غير موجود. هنبدا بتوصيل القطب الموجب ليه الدي سي بالاميتر، ونعتبر ديت التوصيله رقم واحد. بعد كده من طرف الاميتر الثاني رايح على الريزيستنس بتاعتي، نعتبر دوت السلك الثاني. السلك الثالث بيقفل الدايره من الطرف الاخر للريزيستنس لنيجاتيف الدي سي. نبدا نبص سوا على التوصيل ده. كونكتنج وايرز بتاعنا بنبدا نوصل اول حاجه بيه موجب الدايره. موجب الدايره رايح عند القمة في حاله الاميتر. الطرف الاخر من الاميتر ببدا اوصله بالريزيستنس بتاعتي، واخر سلك معايا بيقفل الدايره من الريزيستنس رايح عند نيجاتيف الباور سبلاي. كده انا متاكد ان انا وصلت الثلاث توصيلات بتوعي على التوالي مظبوطين، ناقص اخر توصيله اللي هي على التوازي اللي في النهايه بنوصلها هي الفولتميتر. الفولتميتر بنبدا نحط السلك الاول في الكون والسلك الثاني في الفي. ولو بصينا معانا في الدايره هنلاقي ان الفولتميتر محطوط على طرفي الريزيستنس لقياس فرق الجهد على طرفي الريزيستنس، معنى ذلك ان السلكين بتوع الفولتميتر بيوضعوا على طرفي الريزيستنس بتاعتي. كده انا متاكد ان انا وصلت توصيلات مظبوطه. اول سلك طالع من موجب الدايره رايح على الاميتر، ومن الاميتر رايح على المقاومه بتاعتي، ومن المقاومه قافل الدايره على نيجاتيف الباور سبلاي، واخر حاجه بوصلها هو الفولتميتر على التوازي على طرفي المقاومه. بنبدا نوصل بالشكل ده. انا هنا بمعنى ان انا وصلت مش معنى ان انا شغلت، لازم اشغل من اعمل اون للجهاز. معنى ان انا عملت اون لازم افتح في نفس اللحظه الستوب ووتش لحساب الوقت بتاعي. لو انا لقيت النيجاتيف ديت معناها ان في بولاريتي عندي، معناها ان انا اغير الطرفين، وانا في النهايه باخد القيمه الموجبه للقيمه الظاهره عندي على الشاشه. فانا باخد قيمه الاي عندي في الورقه، باجي عند الاميتر وابدا اخد القيمه بتاعتي. النيجاتيف ديت بهملها، باخد القيمه الموجبه للقيمه الظاهره عندي. دوت الاميتر بيقيس لي شده التيار، باجي عند الاي واكتب 99 من 100 امبير. نبص على تاني جهاز اللي هو الفولتميتر، بيقيس لي فرق الجهد. القيمه الظاهره عندي 4.9، نيجي يبقى الفولت بتساوي 4.9، الفولتج بتساوي 4.9 فولت. وانا بكون مديك ان السي ووتر بتساوي 1 كالوري على جرام في كلفن ديجري، وبديك السبيسيفيك هيت اوف الكالوميتر بتساوي 0.092 كالوري بير جرام في كلفن ديجري. نبص بعد كده على الجدول بتاعنا. كل 3 دقايق على الستوب ووتش اللي احنا فتحناها بنبدا ناخد القراءه بتاعه الترمومتر المحطوط في الميه بتاعتنا. نبدا نشوف هنلاقيه دلوقتي زاد بمقدار درجه او درجتين. نبدا نحط التي اف ب 22، ونبدا نحسب الدلتا تي بتساوي التي فاينل ناقص التي انيشيال اللي احنا حسبناها قبل كده قبل التوصيل.
كل 3 دقايق ببدأ أحسب التي فاينل وأبدأ أحسب الدلتا تي للقيمة ديت. خلصت الجدول، نبدأ نرسم العلاقة البيانية زي ما احنا متعودين. الاندبندنت فاريبل اللي هو التايم مضروب في 60 عشان احول من المينت لسكند، وابدا ارسم الدلتا تي بالكلفن ديجري. ابدا احسب بعد ما احط النقط بتاعتي السلوب واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، وما ننساش نضرب فيه 60 في المقام عشان نحول من المينت لسكند. اليونت بتاعت السلوب بتكون كلفن ديجري بير سكند. حسبت الاسلوب بتاعي، ابدا احسب قيمه مكافئ جول اللي هي بتساوي الفولت في الكرنت على الماس اوف ووتر في سبيسيفيك هيت اوف ووتر بلس الماس اوف كيلومتر ملتيبلاينج ال سبيسيفيك هيت اوف الكيلومتر. كل دوت مضروب في 1 على الاسلوب اللي انا لسه حاسبه، واليونت بتاعتي بتكون جول على الكالوري.